أنا يمان، عمري 22 سنة، من غزة، من هذا المكان. يسعد قلبه الفنان، برافو يا مان. يلا حبيبي، في عندك دراسة؟ الدنيا حرب وفيش مدارس، ليش لدراسة هالقيت؟ بكفي لكاعة، هي الحرب بتوقف العلم، وبعدين انت فنان ولازم يكون معك شهادة. يا مان؟ حاضر. مش متذكر شو في اليوم؟ مصروفي ما خدتوش. لا مش مصروفك، وبعدين الدنيا حرب ما بنفع تنزل. مش متذكر، بديش اتذكر. 17 يوم الا الحرب بادية وما رحتش على معهد الموسيقى. انت بتخاف من الحرب؟ يعني انت بتخافيش؟ ما تشردش من الموضوع، مش ذاكر شو في اليوم؟ مش ذاكر. قول انت. يتهنى اللي ماخد عقلك، روح اتحمم وبعدين بقول لك. يا مان بشويش على المية بلاش تخلص. آه جبته بمية العافية. لما طلعنا من المخزن الوضع برا كتير بخوف. تمام، اسمع أهم حاجة خليكي شغلة لحد ما أجي. أيوة تمام، يلا مسافة الطريق إن شاء الله. آه على الطريق، على الطريق. مع السلامة. سلام سلام سلام. إذن مستمعينا الكرام، نذكر بأن وقف إطلاق النار المبرم والمتفق عليه سينتهي خلال الدقائق المقبلة، وهذا ما ينذر ب... أنا مش قلت لك المية مقطوعة وحتخلص؟ عملت اللي في راسك وخلصتها؟ مية من السقعة. نشف حالك بسرعة واطلع. يلا هاي بابا وسط. فيش عندي ما نشفها. نشف حالك بسرعة يلا. نعيما يا حلو. هل انت ماشي الدنيا بتشتي؟ المفروض الطيارات يروحوا ويخلص القصف. يعني مش بالضبط بخلص، بس بخف شوي، بس الدنيا برد. طب خلينا ننزل. لا يا بابا يا حبيبي، وين ننزل؟ لسه الحرب ما خلصت. بعدين لو نزلنا ما فيش حد بالشارع. يا بابا زهقت، حتى ما مش مخلينا اعزف. يا بابا يا حبيبي، هي بدها اياك تدرس بعدين بتخليك تعزف. الدراسة اشي كتير مهم، صح؟ صح. سمع سيرتي بالموضوع بالخير. اسمعي يمان وعدني انه هو يخلص دراسته وبعديها بتخليه يعزف. تمام، بس بتكون بطاريه اليو بي اس خلصت وبلحقش اعمل شيء. لا لا لا، هاي المره راح تعزف كتير. لسه ما تذكرت يا ماما؟ هبلتينيش في اليوم. تذكر لحالك. ولا أنا؟ مش هقول لك. ما كان عندي فكرة بهذا اليوم المختلف أو إنه يكون سبب في تغيير حياتي، بس الإشي الحلو اللي كان مسيطر على عقلي في هاي الليلة صار كلام بإنه يكون لأخو،
مجرد ما تنتهي الحرب رح يعمل عملية زراعة. يا مام؟ أيوة. بس ما خلصنا دراسة يا ماما. طب ليش مسكرين غرفتي؟ والله ما بدي أعزف. حتى لو باب الغرفة مفتوح أنا بعرف إنك ما راح تعزف، لأنه إحنا اتفقنا وإنتوا رجال. بس أنا سكرت باب الغرفة عشان البسة ما تفوت، وبعدين أنا رتبتها منيح. هذا اليوم ما بنساه، إجا بسرعة خلص بسرعة من غير أي ترتيبات. صحيح إنه كنت بدرس، بس عقلي وفكري محبوسين جوا الغرفة. ماما؟ ماما؟ بابا؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, man. Happy birthday to you. واحد، اثنين، ثلاثة. ما تخافش يا بابا بعيد. عقبال 120 سنة يا روح قلبي. عرفت شو في اليوم؟ عيد ميلادي. صح. هلقيت صار عمري 13 سنة. العمر كله يا حبيبي. عارف شو هي هديتك؟ بسكليت؟ لا. بلاي ستيشن جديد؟ لا. لا. إشي أنت بتحبه ونفسك فيه كتير كتير. جاهز تشوف هديتك؟ يلا. غمض عينيك بالأول. ما كنت شايف إشي يومها، بس كنت سامع صوت أمي وأبوي، حاسس قديش هم حيكونوا فرحانين باللي رح يصير. على قد ما كانت الغرفة قريبة، على قد ما حسيت بطول الوقت لما وصلت لها. القدر اللي خلاني أعزف وأنا مغمض عيوني، ما كنت بعرف إنه مخبي لي إياها لهي اللحظة. كان نفسي أشوف الهدية، كان نفسي أشوف لونها، أو حتى إني أملي عيوني منها. الهدية اللي أبويا تعب فيها كتير عشان يعمل لي إياها مفاجأة. الله يرحمهم، قديش كان نفسي يكونوا موجودين معي هان عشان أحكي لهم قديش أنا بحبهم. ويعرف أبوي
إني تخرجت من كلية الهندسة مع مرتبة الشرف، وكمان تعرف أمي إني صرت أنظم وقتي وأهتم بدراستي وشغلي. أنا انكتب لي عمر جديد من بين هالعيلة الصغيرة، والوحيد اللي شاهد على الجريمة والحرمان اللي راح تضل للأبد.